بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هذا ترحيب معالي الوزير الأول والوفد المرافق. سيد الوزير الأول، ثم من أهم الأهداف الاستراتيجية اللي عندكم خطة العمل 2015-2017، هدف تطوير حكامة سياسية تضمن توطيد الديمقراطية وتجذير التعددية. هذا الهدف سيد الوزير عنده هدفين فرعيين، واحد تعزيز الوحدة الوطنية، والثاني تعزيز الحوار الوطني. نسبة الإنجاز بعد سنتين في الهدف الأول وتعزيز الوحدة الوطنية، وأعلن فهم استراتيجية التماسك الاجتماعي قيد الإنجاز بعد سنتين استراتيجيته. نسبة الإنجاز بالنسبة لتعدد، معناها عندي توزيع تعزيز النظام الوطني الديمقراطي من ناحية، هنا قيد الإنجاز من ناحية أنكم نظمتوا حوار وطني شامل حسب قلتوا، وأعلنكم تستعدون لتطبيق مخرجاته. حقيقة الحوار أنه سيد الوزير الأول ما كان شامل، هذه حقيقة تعرفوه، والثانية أنه كان يجسد فقط قرار من الرئيس والعبد العزيز قبضه في النعمة وجسد من خلال حوار ما لماني وما هو شامل كان، هذه حقيقته. شنو هي مخرجاته سيد الوزير الأول؟ ذاك قال الرئيس في النعمة إلغاء مجلس الشيوخ، إحلال مجالس جهوية، وديران خط أحمر على العلم الوطني. الثاني سرد إنشائي مجموعة من المواضيع، نعد نواسه سرد إنشائي. سيد الوزير الأول، إحنا مفتحين الحوار. يا قال الحقيقة على أن الدعوة ولباتها المعارضة، خاصة المنتدى، خلقت نقاشات. يا قال فجأة جاء قرار فوقنا كاملين، أنتم عندكم كيفنا، جاء قرار فوق أعلن هذا يوقف لو عدل الحوار سابق نهاية السنة، واحنا تحت ضغط اجال زمنيه. يا الله نعدلوا استفتاء جانفي، وراه بعد ما دخل السيد الوزير الاول. ذاك الضغط اللي تعلمتوا به ذيك الساعه ما رايناه، ما زلنا نتحروا. حقيقه سيد الوزير الاول، موريتانيا بلد ضعيف تحيط به مخاطر امنيه، مخاطر جيوسياسيه، مخاطر اقتصاديه. وهذا اللي قاله منهج الاحاديه، ومنطقه الالغاء، ومنطقه عدم احترام الاخرين. سيد الوزير الاول، ما يليق بلد بنيته هشه كيف بلدنا. سيد الوزير الاول، المخاطر اللي قلت لكم اللي امنيه وجيوسياسيه واقتصاديه اثرت على اقتصادنا واثرت على واقعنا كدوله. ويالله تعود ثم تماسك، تعود جبهه وطنيه، ثم تصالح وتوافق حقيقي. وهذا يذكرني بكلمتكم في الحوار اللي قلتوا انه سهر كذا، سهر رئيس الوزير على رئيس على الحوار الوطني. وانا احنا بعد ما شفنا ادله ذاك الحوار للاسف الشديد. سيد الوزير الاول، بخصوص الاقتصاد الوطني، الاختلالات اللي عاني منها لا ينجو عليها من نقطتين. واحد، المديونيه مرتفعه تعرفونها كبيره زايده على 90، والله كاع 95 باحتساب ذيك ديون كويتيه. وواحد، الحكامه محمود الويا، ولا يذكر بعدهم سيد الوزير الاول قرار والله مرسوم قطعوا عدل 11 سبتمبر مجلس الوزراء 2014 ليتعدلوا قلتونكم لجنه لمتابعه تنفيذ استراتيجيه الوطنيه لمحاربه الفساد. ذيك اللجنه فيها الحكومه وفيها القطاع الخاص وفيها المجتمع المدني. ولا يتعدل اجتماعين كل سنه، ولا يجيب تقرير للرئيس البرلمان. سيد الوزير الاول، اللجنه منين اعضائها؟ منين اجتماعاتها هي من 2014؟ منين تقريرها اللي يجي للرئيس والبرلمان؟ الرئيس ما يعرف يجي، احنا بعد البرلمان هو سنه الرابعه هو بدايته ما قصرنا تقرير. هذه لجنه لمتابعه استراتيجيه مهمه كبيره عند هدف سامي هي محاربه الفساد. وقالنا اللي يجينا تقرير سنة الرابعة ما جانا. هذا يعبر عن ايش؟ يعبر عن فشل سيد الوزير الأول. هذا فشل، خاصة محاور أساسية تتطلب الحكامة وترشيد الإنفاق وتسيير المحكم بمقدرات البلد. شكرا سيد النائب الموقع.